عشان نبوظ قصدي نصلح التليفونات. دي واحدة. براحتك. الله، اتفضل. ممكن لو سمحت تداري العجلة دي من قدام الباب، حطها في جنينة في وسط الشجر. واداريها ليه؟ أصله مش لازم يعرف إن حد دخل لي هنا. هو مين مش لازم يعرف؟ سي عبده. سي عبده؟ عبده مين؟ جوزي. يا مؤاخذة، جوزك؟ هو احنا لا سمح الله يا ست هانم جايين لغرض سيء؟ انا موفد شخصيا من المصلحة عشان تبويظ تصليح الجهاز. يا سيدي ما انا عارفة، انا اللي بعت الشكوى للمصلحة. امال ايه لازمة الكلام ده؟ انا اسفة يا حضرة، اصل جوزي راجل غيار موت. وانا ذنبي اذا كان جوزي غيار ولا مش غيار؟ انا عبد المأمور وجاي عشان اصلح التليفون، في مانع ادخل اصلحه؟ ابدا، بس جوزي لو عرف انك دخلت هنا وهو مش موجود هيسود عيشتي. فهمت، يعني نستنى لحد ما يشرف جوزك ونصلحه. لا ابدا، انا عايزك تصلحه وهو مش موجود. غلبتيني يا ست هانم. يا سيدي افهمني، اديني فرصه اشرح لك وجهه نظري. جوزي مش عايزني اتكلم في التليفون لانه راجل شكاك. ده كلام كويس. هنبوظ العدة عشان ما استعملش التليفون. جوزك بوظ العدة عن عمد؟ ايوه، عشان ما يخلينيش استعمله في غيابه. دي جناية، ده احنا نقدر ناخذه على الموضوع ده. يا سيدي ما علينا من الموضوع ده. ازاي يا هانم؟ ده اسمه تخريب في مرافق الدولة. يوه، خلينا افهمك بسرعة علشان تصلح التليفون قبل ما يجي. انت لكاك كده ليه؟ اسره، عايز انا ادخل اصلحه دلوقتي؟ ايوه. حاضر. بس خب العجلة دي، داريها وسط الشجر. حاضر، هداريها. هداريها وسط الشجر، وسط النجوم، وسط البراري. مش عايز اسمع صوتك. حاجة تاني؟ اتفضل. كويس كده؟ اتفضل ادخل بسرعة. يلا يا ساتر. ادخل. اتفضل. امال فين التليفون؟ لا افهمها دي بقى، انت بتقفلي علينا الباب بالمفتاح ليه؟ جوزي قافل عليا بالمفتاح. عظيم، فاكر انه هيقدر يحبسني. لكن على مين؟ عملت وحياتك مفتاح تاني من وراه علشان ابقى اقدر اخرج واطلع على كيفي. طب التليفون فين؟ فوق، في اوضه النوم. طب ما تقولي كده من الصبح. اتفضل. مفيش في الفيلا غير احنا الاتنين بس. ايه مالك؟ اول مره اصلح فيها تليفون وانا مش مطمن ابدا. لا اطمن، هو مش من عوايده ان يجي في ساعه زي دي. طب افرضي بقى جت الطوبه في المعطوبه وطب في الساعه اللي زي دي. لا ولا يهمك، على بال ما هو يركن العربيه اكون انا خبيتك. اتفضل العده اهي، شوف شغلك بقى. يا نهار اسود، ليه كده يا ناس؟ حرام، ايه اللي عمل فيه كده ده؟ ها؟ كسره بايه ده؟ بايد هون؟ كسروا على دماغي اللي ما يتسمى. ده يبقى راجل مفتري قوي. وايه اللي زنقك عليه للدرجه دي؟ بحبه. الو 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 الو. تفضل. متشكر، هاكلها في البيت. عبده مين؟ الله، سي عبده جوزي. ما انتش سامع صوت الجلاكسي بتاع عربيته؟ طب وانا ماشي. طب انا اعمل فيك ايه دلوقتي؟
تعملي فيا ايه يعني؟ انا شخصيا موفد من المصلحه رسمي عشان تصليح الجهاز. يا شيخة ليه؟ ده هيبططك ويعملنا انا كفته. كفته؟ هو شرس للدرجه دي؟ طبعا، ده ما عندوش تفاهم، ده خلقه في طراطيف مناخيره. طراطيف مناخيره؟ تعالى ما اخبيك، تعالى اسمع، خش هنا، خش هنا بسرعه، تعالى خش تحت هنا. يا اخي ما تخش المار. ادخل ازاي وانا عارف ادخل وما دخلتش؟ طب حاول بس. احاول فين؟ مسدود لازق في الارض. طب اسمع، انتوا بتشوفوا لكم حته نستخبى فيها؟ تعالى بس، تعالى خش هنا. ايه ده؟ خش هنا بسرعه، خش هنا استخبى. امسك دي. يا سلام. مرحبا عمتي. اهلا وسهلا يا سي عبدو. ايه مالك انت خدت كده ليه يا جميل؟ اكمني طبيت فجأة؟ اصلك هفيت عليا على حن بره، قلت افوت واصبح بالمره. نورت بيتك ومطرحك يا سي عبدو. كده كلامك بيطرمني وصوتك بيعجبني، بس مش عارف اعمل ايه في طعمتك اللي محروساني ودايما قلقانة. يا معلم، ما انت اللي جايبه لنفسك. اقعد معايا زي بقيه الرجاله ما بيعيشوا مع ستاتهم، وانت سرك يهدى. يا ريت انا عمتي ما كانش يتعز. ومستعجل على فوق ليه بس يا معلم؟ اصل الكلام في العلالي. بيحلو معاك يا غالي. ناوليني البجامو من عندك. مالك واقف بولولوم كده ليه يا جميل؟ انت واكل لقمه الزقوم ولا ايه؟ لا، انا اصلي مخصمك يا معلم. الله، انت هتفتحي على الشر ليه يا بنت الناس؟ ما انت اصلك مش راضي تروح للدكتور. اروح للدكتور اقول له ايه؟ معدوم الخلف وعاوز ذريه؟ ما تخلي الطبق مصور، انت عايز تضحكي الناس عليا؟ نفسي في معلم صغير يطلع جدع زيك واسميه حنفي الونش. ما تخلي الطبق مستور، اذا كان لينا نصيب في حته عيل هيجي غصب عن عينين اللي خلفونا. ازاي بس؟ حبيبتي كل شيء بأوان، وانا حاسس ان خلاص قالوا. حاسة عليا؟ ادي اللي انا باخده منك، تفضل قاعدة عندها طول النهار وانا ما اشوفكش غير كل حين ومين. طب انا معاك اهو. اسمع، انت لازم تطلقها وتيجي تعيش معايا هنا على طول. يا ريت انا عمتي ما كانش يتعز، العين بصيرة والايد قصيرة. خلاص خليك بقى متشحطط بيني وبينها. ما تريحيني وتيجي تقعدي معاها في عيشة واحدة، دي نغشة ودمها خفيف وتتحط على الجرح يلقلب. خلاص هاتها تعيش معايا هنا. ما ينفعش، هي مش واخدة على العيشة المنجاهة دي، وهي لازم تفضل جنب موقف عربياتها، وانا كمان لازم اقعد جنب شغلي علشان كل ساعة اقعد اقلبه. ما قلتلك يا معلم بلاش الشغلانة دي، وكفاية عليك العمارات. هو انت يعني ناقص فلوس؟ ايه النقي ده؟ ايه؟ انت عايزاني ابقى عاطل بالفراسة؟ ودي شغلة جدودي وليسها أبا عن جد، لا ممكن استغنى عنها أبدا. بذمتك يا معلم ما انتش مكسوف منها؟ اللي يستعر منكاره ويتقل مقداره. أنا أبقى راجل خسيس وقليل الأصل لو اتكسف منكار الوكالة ده. دي شغلة كلها خيرات، ده كنز مخفي. العربية اللي عاملة حادثة بنلقطها، تخش الوكالة تندبح وتتشرح. اللي عايز باب ياخده أغلى من جديد، اللي يلزم له رفرف بياخده زي ما احنا عايزين، وناخد القديم نجدده ونبيعه لزبون تاني. وهلم جرجر، يعني العربية تتباع بالقطاعي بقد تمنها 10 مرات. التليفون ده ضرب ازاي؟ مش انا خرجته بايدي؟ ده مش التليفون يا معلم. نعم هتوكليني القوانطة بنت فكيهة. يا خرابي.
التليفون عشانك يا معلم. الو 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 ايوه الو الو مش سامع حاجه انا. وريني كده. الو الو خد يا معلم. الو 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 باين كده. الو الو ايوه احسن كده. اسم الخليفه؟ ما اسميش خليفه، اسمي عبد السميع ابو سريع السريع. ازيك يا عبد السميع؟ اهلا وسهلا. زيك انت؟ انا نيله خالص. ليه رايح في داهيه يا معلم؟ تعدي ان شاء الله. زي ابنك سميع. انا ما عنديش اولاد. طب اديني البيل مامور وحياتك. مامور مين يا اخي؟ انا بقول لك انا المعلم مع عبد السميع ابو سريع السريع. يعني انت السريع؟ ايوه انا المعلم ابو سريع. طب ابويا عندك؟ لا. ما تيجي عندنا شويه. اجي فين؟ هنا في الدولاب. قصدي على نصي راح في ده يا معلم. ليه كفالة الشر؟ الهي ما توقع الورطه اللي انا فيها يا رب. امر غلط حاجه نيله قوي. دولابنا رجل. بس ما تقولش راجل يا معلم. انا في عرضك. انت تسمح تقول لي ايه اللي جابك هنا؟ انا يظهر جابوني غلط مع المكوى. مع المكوى؟ قول لي اعمل فيك ايه؟ انا فحضرتك يا حضرتي. احب غالي. حصلني على الإدارة حالا. حصلك على الإدارة؟ هو المعلم ماله؟ مش عارف. علم علمك. خرج مزقطك رجع مكلدم زي ما أنت شايف. مكلدم؟ طب اجري شوف إيه العبارة. عبارة؟ آه. شوف إيه العبارة. وأنا هشوف العبارة. أنا جاي هو. يا معلم مش عايز زفت. قطع ايوه ايوه يا معلم. اخطف رجلك بسرعه وهات لي ايه؟ جاكيته من عند المكواجي حدا. جاكيته ايه؟ هات لي عمك الشيخ حسن المازون. قول له يجيب دفتر الطلاق ويجي حالا. دفتر الطلاق تاني؟ ايوه تاني. خلينا نخلص منها. جت البهايم شوطه. انت لسه واقف يا نيله؟ امشي يلا حالا. افتري عليه ربنا. هات الشيشه يا زفت. انا جايه هو. اشرب يا معلم وطلع من نخشيشك.
طلق دي، رد دي، طلق دي، رد لي دي، كل يوم تطليق. في ايه؟ ماله يا عبد؟ هيفرقع يا سيد. هيفرقع عن ايه؟ هيطلق يعني. انهي فيهم؟ وهيطلق انهي حرمه فيهم؟ انا مش عارف. انا هقول لكم، لازم هيطلق الرقاصة لأنه كان عندها النهاردة. فهمت، لازم الحكاية فيها ايه؟ ليه كوش وحشته القديمة؟ انت هتفتحوا لي محضر؟ ما يطلق اللي طلقه، ان شاء الله يطلق الكل حتى، انا مالي انا؟ يلا خش على الشغل انت، وانت كمان خش على ال... ايه ده؟ انت جميل، انت حلو، انت صحيح، مالك انت؟ وانت كمان مالك، وانا مالي؟ ثم سلام عليك. طلقه سلام يا سيدي. يا معلم فكر شوية. ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، تروى قليلا. يا معروف خلصنا سيدنا الشيخ. يا معلم دي هتبقى الطلقة الثالثة التي لا رجعة فيها. يلا التالتة تابتة. دي ملهاش ردة. اسيبك تفكر شوية. وبعدين بقى انت هتشوف شغلك ولا ابعت اجيب مأذون الزمالك؟ لا زمالك ولا اهلي. اجيب لك مأذون الترسانة. لا داعي لهذا التعدي. انا كنت واضع في اعتباري عواطفه وحبه الجارف لها. جارف حبها بورس. خلصني. بسم الله الرحمن الرحيم. الجاكيتة فين يا معلم؟ اتنشلت في الاتوبيس؟ اوعى كده. ايه اشوف. ايه يا معلم مالك؟ زقطات يا تودد. خلاص بقيتي درة نفسي. درة نفسي؟ هتتجوزني تاني ولا ايه؟ لا مش بعتلها ورقتها؟ استريحتي بقى؟ ما استريحتش حتما. في ان استريح جريه وليه يا قراره؟ ما تتمسي وتتلمي. اصل غزالتك كانت سارحه عليها من الصبحيه، يبقى ايه اللي قلبك عليها غير الشديد القوي؟ يا وليه نسدي بقى، ما تبقيش عامله زي الفتاه البدراوي. وحياتك بكره تردها زي السابق. ما خلاص دي اخر مره. التالته تابته، سقطت وما عدلهاش ملح. يخدي سحرتي. مين انتي؟ عايزة ايه تاني؟ انا اسفة على حصل. بعد ايه؟ بعد ما شلفت لخلقتي وسويت لي عشتي، تعرف انه طلقني؟ تستاهلي. انا طلقته بسببك. نعم نعم يا اختي. طب بذمتك كان في حاجه بيني وبينك؟ جيتي للحق. لا اهو ده اللي لازم يعرفه اللي ما يتسماش. انا مش زعلانه عشان طلقني، انا اللي يهمني انه يعرف اني ما خنتوش معاك. ما هي دي الحقيقه. يعني انت الوحيد اللي ممكن توضحها. اوضح لمين يا اختي؟ كله الا ده. ربنا يخليك، انا ست غلبانه ومفيش حد هيظهر الحق غيرك. يا ست انا من تجاره لعقلك حاجه؟ حد يروح للوبور ويتصدر قدامه؟ حد يروح للونش برجليه؟ يعني هو خلاص الخير اتمنع من الدنيا؟ روح يا شيخ منك لله، كنت بحسبك شهم. يا شهم يا ست هانم. طب لحظه استني من فضلك. ما تزعليش. هو جوزك ده بيركبوا له كام؟ قصدي بيروحوا له منين؟ يعني خلاص وافقت. قولي قيست وامري لله. اقول لك يا سيدي، هو كل يوم بيصلي الفجر في جامع. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. حرما يا معلم. جمعا يا ابني. انت بتصلي كمان؟ كويس ان ربنا جمعنا من غير ميعاد في المكان الطاهر ده عشان اقول لك على الحقيقه. هو في حاجه تانيه تتقال اكتر من اللي شفته بعيني؟ صبرك عليا بس اما نخرج بالعتبه الطاهره دي. معذور، معاك حق. اي واحد تاني كان لازم يصدق.
انما والله العظيم وحيات من جمعنا على غير موعد في المكان الطاهر ده. مراتك مظلومة يا شيخ. كلامي ده؟ انت ظلمت الست دي وثق ان ربنا مش هيسيبك ابدا. يا بني ادم انا ما ظلمتهاش. صبرك امال يا معلم، لما نخرج الشارع افهمك الحكايه. طب يلا بينا. يلا. هو ده اللي حصل بالظبط يا معلم. لا حول الله، يعني الوليه راحت ظلومه؟ ممكن ربنا جمعنا النهارده على غير ميعاد علشان الست دي ضميرها كويس. فعلا ياما في الحبس مظاليم. انا هروح دلوقتي حالا عشان اصلحها. الله يكبر بخاطرك يا شيخ، ريحت قلبي. استاذن انا بقى. لا انت هتيجي معايا عشان اعوضك عن الطريحه اللي اديتها لك. اتفضل اركب. انا اركب معاك تاني وامن لك بعد ما شضطتني؟ مستحيل. يعني مش هتركب؟ هركب. تعال. يا اخي الواحد خجلان من نفسه ومش عارف يقابلها ازاي وبايوها وش. خليك تنح. تنح؟ مفيش احسن من التناحه في المسائل اللي زي دي. يعني انت مجرب التناحه دي؟ التناحه كنز لا يفنى. طب اسمع. خليك في كتفي احسن، انا خجوم وبستحي وهيبقى عرقي مرعي. ما تبقاش مراهق. يلا بقى يا معلم اتكل على الله. يلا. سي المعلم. مرضون يا حبي. بعد ايه؟ ما خلاص كل اللي بينا انتهى. الخلاص هيكون على اخر يوم من عمري. انا معترف ان انا اسوأت اليك يا حياتي. ومش هغفرها لك. ما هو سي حنفي فهمني الحكايه وقال لي على الموضوع من طقطق لسلامه عليك. مين سي حنفي ده؟ يا ولده الشزاجه اللي في الدنيا كلها هتفط من عينيك يا مسكينه. اظهر وبان وعليك الامان يا ابا الاحناف. المعلم جايب لك الحاجات دي بمناسبه العلقه اللي ادهاني. هو انت تاني؟ ده لاجل بختك الحلو، ربنا جمعنا النهارده مع المعلم من غير ميعاد والله. وعرف الحقيقه. بعد ايه؟ يا نعومة حياتي، يا بخت من قدر وعفي ولا استعفاش. وجاي لي بعد خراب مالطة؟ مالطة ما خربتش، مالطة فل وعالي العال وعمرانة والخير فيها على قفا من يشيل. الخير ده يتهنى بيه صاحب النصيب. النصيب انت. والوعد انت، والمكتوب على الجبين برضو انت، وانت انت ولا انت جداري. خلاص بقى يا ست الكل، صافي يا لبن، ما تعقديهاش بقى. يا سي حنفي انا مش ممكن ارجع له تاني. ليه بس يا بنت الحلال؟ ده انا مستلهلب وهيمان. هيمان هيمان، انت اللي جبته لروحك. انا استاهل ضرب الصلب. ده انا حتى لو رضيت الشرع نفسه ما يرضاش. لا يرضى. بس مالكيش دعوه انت. انت ناسي ان دي تالت طلقه بالنسبه لي واني مش ممكن ارجع لك تاني؟ لا ممكن، بس وافق انت والمحلل واقف اهو. بتقول ايه يا معلم؟ ايه محلحل ده؟ ما هو زي ما كنت السبب في الطلاق تكون السبب في الوفاه. لا انا ما عملتش العباره دي يا معلم، اودي وشي فين من الناس؟ اهلي الفانيليا بتاعتي. فانيله ايه؟ ما انا هرضيك. 100 كويس؟ 100 ايه؟ 100 جنيه في نص ساعه جواز. قلت ايه؟ ده غيرك بيعملها سنس. على فكرة أنا عندي الرجالة في الوكالة بالزوفة. وأنا مش هرجع لك تاني، إن شاء الله تقدلي صوابعك العشرة شام. أنت قلت 100 جنيه؟ آه. طب ما توافقي بقى وتخلي قلبك أبيض. لا. يلا بقى يا بنت الحلال. وافقي بقى، خلي الراجل يسترزق ما تقطعيش عيشه. طيب بقى يا معلم خلاص اللي تشوف. أنت قلت 100 جنيه في النص ساعة؟ آه. يعني أزيد من كده أنت شغال. شغال مين؟ هي نص ساعة جواز. طب نبعت نجيب المأذون بقى. ناوليني التليفون من فوق. عينيا
شوف بقى، انت هتكتب كتابك وبعدين هننزل من هنا رجلي على رجلك، تيجي معايا لحد البيت، تبات في حضن لغاية الصبح، نقوم الصبح نشيح نجيب المأذون، تطلق تاخد فلوسك. انا موافق، بس لازم ابات في حضنك للصبح. هو كده. طب الفلوس الاول؟ لا، ما تخليك ذوق بقى يا معلم، ده انت هرتني ضرب بيهم. الفلوس هتفضل معايا عشان افضل حاكمك. هتحكمني بايه بس؟ افرادنا اتجوزتها وبعدين زرجنت ومرضتش تطلق. خلاص خلي العصمه في ايدك. والله فكره، بس ده ما ينفعش. خلاص خليها في ايدها. في الحاله دي بقى مستعد اديك عربون. اتفضل، هادي 50 جنيه اهو، ولما كل شيء يتم على خير ابقى اديك الباقي. من يد من عدمها يا معلم. اهو يا معلم، اتفضل. الو، اسمع، على تخطف رجلك لحد عمك الشيخ حسن المأذون، تقول له يجيب دفتر الجواز معاه ويجي حالا. مين اللي بيتكلم؟ انا المعلم. انا طيب، اجيبهولك فين يا معلم؟ انا جاي لك في الكلام اهو. اسمع، تجيلي الفيلا حالا وتجيب معاك نفرين ببطايقهم الشخصيه، عارف ما يطلعوا من غير بطايق، اشرب من دمك وبيتك في الاستباليه. مش هتلحق تشرب يا معلم، حالا هيكونوا عندك. يعني حجبوك عني العوازم ليه؟ ابن حلال، جيت في وقتك. يلا بينا. على فين؟ على المأذون. مأذون؟ اصل رجعت ريما لعادتها القديمة، والمعلم هيرد مكعب عالي اللئيمة. لئيمة؟ ازاي؟ دي ما تركبش ابدا. تركبش؟ انزل. لا خليك. طب اجري 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 يا للي حلبي للي للي. الله، دي لسه ما وفتش عده يا معلم، وانا ما اقدرش اعقد لسي حنفي عليها. طب استاذن انا بقى، ولما تبقى توفي العده ابعتولي انا تحت امرك. طب والعربون يا معلم؟ انت راجل ابن بلد وبتاع اصول، العربون في الحالات اللي زي دي مش ممكن يرجع، وعلى العموم الصفقه ماشيه. العربون هيرجع، يعني هيرجع؟ انا ما اتكلش يا وانت ابدا. هو انا قلت لا يا معلم؟ المأذون هو اللي قال لا. ده مش ذنبي. ما هو شوف، يا ترجع العربون باللاتي هي احسن، يا اما مش هحصل لك. طيب هو في ايه بس؟ انت قول لي الحكايه وانا احل لك كلها. الحكايه ان انا اتفقت مع البني ادم ده عشان موضوع المحلل، وربطت معاه كلام وقبضته عربون. طب مش عيب يا معلم تدي له خليه ورجلي عشان يتجوز الست بتاعتك؟ ده مش خليه ورجلي يا لطف. مش خليه ورجلي؟ طب ما تدي له الفلوس بتاعته يا اخي، ده احسن نمسكك نعدمك من العافيه هنا. يا لطف بيه افهمني، انا ما خدتش حاجه. لا انت خدت، لو ما دفعتش الفلوس هاخدك على البوليس، ادي لك على ادي لي ادفع فلوس. كل ايدك بقت بويا دلوقتي. فين الفلوس؟ انتوا واقفين تتفرجوا. ولا تضربوني ليه؟ مفيش عربون. هجيب العربون. هات عربون. مفيش عربون. هجيب العربون. هات عربون. مفيش عربون. تضربوني ليه؟ ما تديله البعرون. انت ما ينفعش معاك الزور. هاتوا هاي يا ابوي. ولا يا ولا، احدف 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 احدث. انا هو يا جبال. ولا خلصوا اسنادوا. ايه ده؟ ايه ده؟ الله يخرب بيوتكوا، انا قلت لكم هاتوه مش تهملوه. مش عايز اجيب العربون. اتنيل انت وسط. الله، تحب يا معلم اروح ابلغ البوليس عشان يرد خليه والرجل؟ اتنيل انت راخ. ايوه يلا شيلوه على جوه، بس بالراحه احسن يتبعزق منكم. شيل الفح. خدوا عليك شويه. خش. لا حول الله يا ربي، الجدع ده اتكتب عليك من ضحيتي. قلت لك انا اقوم بالعمليه واكون انا الضحيه. وانا قلت لك اتنيل. انا هخش اتنيل جوه عشان بدل ما حاجات تسرق. ها خير يا دكتور؟ نبضه ضعيف وفي احتمال يكون في ارتجاج في المخ. ولا مؤاخذه الانفجار في المخ ده خطر يا دكتور؟ مش لازم يتحرك مكانه، لان الحركه فيها خطر على حياته.
يسيبنا صلاة النبي. وأنا مضطر أبلغ البوليس. وتبلغ البوليس ليه كفل الشر؟ لأن واضح جدا إن الإصابة نتيجة الاعتداء عليه. لا مفيش اعتداء ولا حاجة، أصل هو لا مؤاخذة عنده العصبي، ولما بيجي له الدور بياخد في وشه ويهد الدنيا. بقول الكلام ده في المحضر، ولما يفوق يبقى يصدق على كلامك، لكن أنا ما أقدرش ما أبلغش. إذا كان على العبارة دي أنا مستعد أصرف عليه من جنيه الألف، بس زي ما سعادتك شايف مفيش نية تسوي من جهتي، وإلا كنت جبتك ليه تعالجه يعني؟ أنا آسف، أنا لازم أبلغ البوليس. افرض جرى له حاجة لا قدر الله، هبقى خالي من المسؤولية. هو إن شاء الله في أمل يموت؟ هو حالته سيئة جدا. الأدوية تجيبها له حالا، وياخد حقنة فورا وتعمله كمادات. من عينين ليك. أستاذنا. بقول يا دكتور، إذا كان سعادتك ممكن تطنش على حكاية تبليغ البوليس دي، أكون ممنون منك أوي. ما دام مالكش يد في حاجة، بخاف من البلاغ ليه؟ أصل سعادة البيه إحنا ناس في حالنا، وملناش دعوة بالنيابة والبوليس، وملناش دعوة بالحاجات دي. أصل ده إجراء تحفظي. هتروح فين وتسيبني لوحدي يا معلم؟ هوصل الحكيم. بقول يا بيه، ما تطنش عن حكايه البوليس دي بقى. والله متاسف ما اقدرش. السلام عليكم. سلام يا معلم. انت رايح فين؟ مش تستنى لما اشوف حكايه الجدع المسورع جوه؟ استنى ايه؟ اقعد لحد ما تيجي الحكومه تقفشني؟ انا هكت. طب بس مش استنى لما اخد الروشته؟ الروشته اهي يا معلم. عيب ما يصحش. ما عيب الا العيب. انت عايزانا اتدبس في قضيه بالاونطه؟ منك ليه تصطفلي؟ ولع النور. ما هو والع. والع. انت كويس دلوقتي؟ انت مين؟ انا عرفتك، انت اللي بنضرب عشانك دايما. المهم انت سليم؟ سليم بس ما فيش فيش. وفين فين الاتوبيس جوزك؟ خاف وهرب، اتهيالوا انك هتموت. تخافيش، عمر الشقي باقي. هو ال يا خبر. فين؟ يا ترى انا اتجوزتها ولا لسه؟ الله ما انا فاكر. طيب طيب يا اللي بتخبط.
انا بريء يا بيه. جالنا بلاغ ان عندكم واحد عنده ارتجاج في المخ. جالكم؟ ما جالناش احنا حاجه. اهلا وسهلا يا حبيبه الظابط. اسكتي. ايه؟ جالهم بلاغ ان في واحد عندكم عنده ارتجاج في المخ. ها؟ لا ابدا ما حصلش. ده جالنا بلاغ عن اصابه في خناقه هنا. اصل الافندي ده كان جات له حاله ذعر كده ووقع في الارض. حضرتك؟ ايوه يا فندم انا عندي ذعر. ده الدكتور بتاع الاسعاف اللي اخسرنا بكده. كده؟ ما هو الدكتور برضو عنده ذعر. ما انا رحت جبت له الدواء اللي الدكتور كتبه لنا في روشته. يعني ما حدش اعتدى عليه. لا يا فندم يعتدى عليا ازاي؟ عندي ذعر. احنا اسفين للازعاج. اتفضل يا فندم. شكرا. والمعلم راح فين؟ المعلم خاف لما لقاك وقعت طبيت في الارض، خاف وجن. ايه مالك؟ دايخ. تعالى تعالى تعالى. هو ذعر يعني ايه؟ بس تعالى. معلم في جماعه مستنظرينك جوه من صباحيه ربنا. و مين دول؟ ما شفتهمش قبل كده. معرفش عايزين ايه؟ لا معلم. يا تكنيله وانت خايب كده، امال انا مقعدك في الاداره ليه؟ مش عشان تتصرف؟ عارف لو طلعوا مباحث هوقف نموك. مباحث ايه؟ كان قالوا لي. وبعدين المباحث هتجينا ليه يا معلم؟ الامر ما يسلمش، ولاد الحرام كتير ومحدش بقى عارف عيشه من ام الخير. لا لا اطمن يا معلم، ما اظنش ان دول بوليس. يعني اسره ادخل اقابلهم ولا ابعد عن الشر واغني له وكنت من هنا. عايز كنت الله. انت جرالك ايه يا معلم؟ انا عمري ما شفتك كشيت من حد الا دلوقتي. معلش، منها لله اللي دايما جايبه لي الكافيه ومنشفه ريقي ومنظفه طريقي على الدوام كده. هي مين دي يا معلم؟ وانت مال اهلك يا بارد يا حشري؟ انت ما تسالش خالص يا اخي، هو كده يخرج مزقطط ويرجع مقالده. سلام عليكم. وعليكم السلام. مستنيينك من بدري يا معلم. ليه خير؟ في ايه؟ احنا كنا عايزين نتفاهم معاك في الشغل. تحت امرك، اتفضل. يا ترى شربتوا حاجه ولا لسه؟ شربنا الحمد لله متشكرين يا معلم. ومانو تشربوا تاني، انا تحت امرك. في الحقيقه احنا كنا جايين لك بخصوص المزاد اللي هيتعمل بكره في السويس على مخلفات الجيش. ولا مؤاخذه ماله المزاد ده؟ انا بقول ان مفيش داعي نزود على بعض، واستحسن ما تحضروش خالص، وانا تحت امرك. 10,000 جنيه كويسين يا معلم؟ 10,000 ده ايه؟ وانا مؤاخذه ببيع ترمس يا سيدي؟ نيجي على نفسنا. 15 كويس. انا يعني عشان خاطركم ولاجل مجيكم لحد هنا ومش عايز منهدى، هم 20,000 واخلع. بس ده كتير قوي يا معلم. ما بسش، يبقى نتقابل ان شاء الله في المزاد بكره. الله الله. طيب طيب طيب، احنا تحت امرك يا معلم. اديله 20,000 يا حاج سيد. مواجب يا معلم. ولا مؤاخذه ليا طلب تاني، وعشا منكم ما تكسفونيش. امر. احنا تحت امرك. انا تلزمني دبابه وطياره وعربيه نص جنزير هعمل بيهم الكلام في التلفزيون. انا فين؟ انت عندي هنا. انا اتاخرت قوي، لازم اروح. انتوا بيتكوا فين؟ في القلعه. طب وهتقدر تمشي وانت بالشكل ده؟ هاخد تاكس. خليك مستريح الليله، الدكتور امر انك ما تتحركش من مكانك. انا بقيت كويس. اذا كنت خايف لا يقلقوا عليك في البيت، اديني عنوانك وانا اروح اطمن جماعتك عليك. جماعتي؟ انا مقطوع من شجره وقاعد لوحدي، بس الشغل لازم اخد منه اجازه. اخد لك اجازه ازاي؟ هاتيلي التليفون وانا هكلم الرئيس بتاعي في الشغل. حاضر. قلت لك السواق ده ما تجيبوش يا جارة. حرام. كل السواقين بتعمل حوادث الا السواقين والانفار. جاهزين يا معلم على السفر، هنتكل الساعة كام ان شاء الله؟ ها؟ اديهم حاجة واصرفهم. ربنا يخليك لي. ايه ده؟ هتديهم باكو؟ اديهم حاجة على قد مقوسهم. مقوسهم؟ خلاص مش مسافرين. الله، ازاي يا معلم؟ انت مش هتخش المزاد؟ ما دخلناه وتعشينا.
والحمد لله. نزل الشغل. شغل؟ شغل ايه دلوقتي؟ الساعة 10 بالليل. هعمل ايه؟ هرجع للصلاة اللي كنت بغني فيها. وليه كده؟ كنت بطلت واستريحت، لكن اعمل ايه؟ ما باليد حيلة. ما دام المعلم سابني يبقى لازم ادور على اكل عيش. عن اذنك. دول الجماعة بتوع المعلم؟ اه صحيح. يا نهار اسود، رجعت ريما لصالتها القديمة. يا عم واحنا مالنا؟ مالنا ازاي؟ مش دي من املاك المعلم واحنا ورثة فيها؟ لا يا شيخ. اه ايه راح فين؟ صورتها ايه؟ يلا بينا يلا احسن، في حاجات بتتسرق. اطلع. اللهم اجعله خير. ده مين اللي جاي لنا دلوقتي ده؟ في ايه يا نيله؟ الجماعه اللي هنا صاحيين؟ لا محمودين. ليه؟ تعالى. اصل شفت الجماعه التانيين طالعين من الكباريه. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ لا جماعه مين دول؟ انت مش ليك جماعتين؟ الجماعة اللي بتعمل كده. انت بتكلمني وانت بتتقصع كده ليه؟ فسر كلامك لاخرم عينك. ده اللي حصل، وصورتها جبتها لك من على باب الكبرية عشان اقوم فيها حريقة. طب فين هي؟ عيب عيب، ده احنا مخلصين. شوف اهي. طب امشي الجاي روح شوف شغلك. اضطريت امشي وسبتلك العربون اللي اداهولي المعلم، لانك بقيتي احوج الناس للفلوس دي. فاصله نقطه علامة تعجب حنفي. جالك كلام يا معلم ان جماعتك رجعوا للحاس؟ انت بتتكتم خالص. المحل ده يتكنس الليله يا جدعان من عندي. طب ما تخليك هنا يا معلم علشان هدومك ما تتعفرش. مش جايني سب. اصبر يا معلم، هتخش نجيب لك عليه وطيع. لا وطيع عليه. أبا. ها؟
ماشي ما بتردش ليه؟ تحت امرك يا بيه، اي خدمه. اسمع، هات حله وادق فيها صندوق شربانيه ورش على العالم دي. ولازم حله يعني؟ مال الحل؟ اصل احنا ما عندناش حلل. وانا قلت الشربانيه تيجي في حله يعني تيجي في حل. حاضر يا بيه. تعال هنا. رايح فين؟ وانا لسه خلصت كلامي. تحت امرك يا بيه. ست نعيمه فين؟ ست نعيمه مين؟ ما عندناش حد باسم ده. والا انت هتسوق العباطه على الشيطانه؟ بجيها هنا كوم والمحل ده كوم. حاضر. تعال هنا. انت مسروح على المشي كده ليه؟ انا لسه جاي لك في كلام اهو. انا عاوز شيشه هرم وتفضي لي الميه بتاعتها وتحط لي في الفرغه بدل الميه بيره سوده. اشتاوي. حاضر. اي طلبات تانيه؟ خلي الست نعيمه هي اللي ترص لي الشيشه عشان هي عارفه مزاجك كويس. من عينيا. يلا نجرب. ايه؟ حاضر. يلا نقول. بتقول ايه؟ المعلم قاعد في الصاله. طب اوعى حد يقول ان انا هنا، انا هخرج وحصلني بشنطه هدومي. لا اعملي معروف، احنا مش قد المعلم وصبيان. هو عارف اني هنا؟ طبعا. امال هو جاي ليه؟ روحي له لحسن الشر طالع من عينيه، لا يدشدش المحل. طيب فوت الليله دي على خير يا رب. يا حلوه يا مساء الخير يا معلم. اهلا. ما تقوم تفز يا واد انت. هو حاضر. بالعافية. صنطوا علينا ولا ايه؟ يلا يا اخوانا لحسن في حاجات بتسرق وستات بتسرق من المحل. يلا يا معلم تعالى. يا الله غور انت راخر. اختي ثانية تعالى يا ام حبيبتي. ايه اللي جابك؟ ايه ده اسمه كلام برضه يا اسط نعيمة؟ احنا مش قلنا نبطل حكاية الكباريهات دي بقى؟ هعمل ايه يا معلم؟ اكل العيش يحب الخفية. ما كنا بناكل الشهد من غير لف ولا دوران. النصيب كده بقى. احنا خلاص ما عدناش نجوز لبعض يا سي عبد. كلها كام يوم والعده تنقضي ونعمل حكايه المحلل وتبقى كل المسائل اخر قسط. اللي تشوفه يا معلم. على فكره انا خدت لك عتبه جديده اهو تتلم فيها بنت الناس بدل الفضايح. حاضر. طب يلا بينا نروح بقى واخذ الشيطان. رأيك بقى في العتبة الجديدة دي؟ ظريفة قوي يا معلم. شوفي بقى. اه؟ انا عايزك تتلم فيها وتقتصري عن كافة مخلوقات الله عشان انا ناوي ارشح نفسي في السنخبات. صحيح يا معلم؟ الا صحيح. ده انا ملك الخردة في مصر. انا المسؤول عن جميع مزادات الحكومة والقطاع العام. ومش كتير عليا مركز زي ده. بس الجدعانة انت تطوعيني وتساعديني وتهوديني. ترعيني بعين ارعيك باتنين. فانا هقفل عليك الباب بالمفتاح والصبيان هيجيبولي كافة طلباتك كل صباح. تاني اعمل ايه؟ ما انا اصلي بغير عليك من الهوى الطاير يا جميل. صحيح بتحبيني يا معلم؟ الا بحبك. دي مراية الحب عامية تخلي الكوسة بامية. طيب خلاص يبقى مفيش داعي بقى انك تقفل علي. مقدرش اصلا انا طبعي حامي اوي. الله. طب اسيب لي التليفون يا معلم. ولا شباك واحد هسيبهولك متولد. يعني اقعد لوحدي بين اربع حيطان بقى. عندك الراديو والتلفزيون يسلوكي وانا هبقى اشقر عليك يوماتي. وكمان الصبيان هيجيبولي كافة طلباتك يوم بعد يوم. اللي تشوفه يا معلم. على العموم كلها كام يوم وتتفضي الازمة دي على خير. فوتك بعافية يا جميل. مع السلامة يا معلم. هيسلمك. عدم المؤاخذة تعن. مع السلامة. Thank you.
ست هانم. اهلا يا عبد العال. اهلا. المعلم بيصبح عليكي وبيقول لك نفسه ياكل صينيه قرف من ايديك الحلوين دول. من عينيا. انا جبت لك البدنجانه عشان تعملي الصينيه. بدنجان؟ هو القرع بيتعمل بالبدنجان؟ ايوه. ماما ما بتعملش، بس اتصرفي بقى. اتصرفي في عرضك اصلا. ليه؟ الكوسه سعروها النهارده فما بانتش في السوق. حاضر. تقطعي زي الكوسه كده عشان ما يقتلنيش المعلم. حاضر. مش عايزه تقولي له حاجه؟ ما نستغناش. ربنا يخليكم. الله، ومستهجر على ايه؟ لا. استنى لما اعمل لك الشاي. لا ما هو ما انا عشان خاطري. ما انا ما اقدرش اديك المفتاح زي المره اللي فاتت. اخسى عليك يا عبدو. ما هو المعلم لو عارف هيطين عيشتي. طب اعمل منه نسخه. طب اسمع، هديك الورقه ام 5 جنيه. ايه قلت ايه؟ السلام عليكم وعلى خمساتك. انا كنت عارف ان انت هتعملي كده. لا خد يا ستي المفتاح. انا اجيب لك المفتاح العمومي. انا كنت مجهزه لك عشان ما تضيعيش وقتك. تعجبني. تليفون. اتفضلي. ميرسي. الو، من فضلك يا مادمازيل، عايزين نعمل شكوى للتليفون رقم 836-71. ايوه، عطلان من مده، ممكن تبعتوا لنا حد يصلحه؟ ميرسي. شكرا قوي. العفو. انا ماشي. لا تعالى، رايح فين يا ست هاني؟ معملي معروف، ابوس ايدك، انا مش عاوز مشاكل. اخسى عليك. وهون عليك يا سي حنفي. ايوه بس الشرط نور. ايه؟ ما صلحش تليفونات في اوضه نوم ابدا. امرك. ادخل بسرعه. تعرف انك وحشتني قوي يا سي حنفي. وانت كمان يا ست هاني. معملي معروف، انا مش مستحمل، عيني اليمين ما ببصش بيها، خلاص قفلت، بشوف بيها لجوه. معلش يا حبيبي، حقك علي. ولا حقك ولا حقك، كل واحد ياخد حقه. فين التليفون نصلحه قبل ما يطب علينا المعلم؟ يا اخي فضل الله ولا فعلك، التليفون اهو. لما يجي يقفل لي عيني التانيه كويس، انا بشوف نص دلوقتي. ايه هادي؟ الله. ايه؟ فين السلك يا ستان؟ بقيته؟ مالك دلوقتي؟ الله يا ست هانم، الله ما انا عارف راسي من رجليا. ليه؟ ادي راسك وادي رجليك. راسي وادي رجليا كويس. انا استنم بصراحه من ساعه ما شفتك. شهاده لله وانا متلخبط ومتنيل بنيله. مسكين. مفيش تليفون عارف اصلحه، بوظت كل تليفونات المنطقه. يا حرام. كل الناس هدخل اصلح لهم التليفون بتاعه، تهيألي هيطلع لي معلم يخزق لي عيني التانيه. يا عيني. انا في عرضك، مشيني من هنا. انت خايف يا سي حنفي؟ انا مش خايف، انا مرعوش. مرعوش؟ تعرف ان دمك خفيف قوي. الله يخليك، كده من ذوقك بس. المعلم. خليه يتفضل. عيني التانية. انا في عرضك، انا في عرضك يا معلم. اشطرين. صباح جميل، لا في غش ولا أونطة. يسعد صباحك يا سي عبدو. عارفة أنا جاي دلوقتي ليه؟ ليه؟ عشان الصباح ده يوافق آخر يوم من أيام العدة. صحيح. طب وما جبتش المأذون والمحلل معاك ليه يا معلم؟ صبرك عليا، مستعجلة ليه؟ ما أنا جايلك في الكلام أهو. إحنا لازم نشوف حد مؤتمن. أنت مش كنت اتفقت مع واد غلبان كده واديته عربون؟
قصدك الواد الغلبان ده اللي بيصلح التليفونات؟ اه هو ده. لا 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 سيبك منه ده. ليه؟ انا عايز اشوف لك واحد عجوز مهكع يكون مقطوع نفسه عشان نبقى في السليم. ما هو ده بقى كده من ساعه ما ضربتوه الطريحه انت ورجالتك، ده انتوا يعني عجزتوه خالص. تفتكري كده؟ امال ايه؟ انت لازم ما شفتوش من ساعتها. ده بقى ما عندكش فكره شكله ايه؟ يا شيخ قولي كلام غير ده. امال ايه؟ ده بقى يعني مسكين وغلبان، وهو ده بقى اللي يستحق المساعده. صحيح على رايك، بس ده هنجيبه منين ده؟ يو اللي يسال ما يتوهش. طب وهنسال عليه فين؟ في مصلحه التليفونات يا سي عبد. اطلب النمره بتاعت الشكاوي وقول لهم الدنيا حنفي والف من هيدلك عليه. طب هاتيلي التليفون ندور عليه. التليفون؟ تليفون ايه؟ انت ناسي ان انت خربته؟ ايوه صحيح، وانا عقلي دفتر. طب اجري بسرعه دور عليه ينوبك ثواب. الجدع اشترى خاطرك ومرضاش يجيب سيرتك قدام البوليس. طب. مع انه ممكن كان يوديك في 60 داهية. طيب يا ستي خلاص خلاص، انا هبسطه ومنجهه اخر انبساط. ساعه زمن ونكون هنا احنا الاثنين. طيب يلا يلا. على اذنك، مع السلامه. الله يسلمني من سحر عينيك يا جميل. إذا روبان يا سي حنفي ما تخافش. أختي بسم الله الرحمن الرحيم، هو راح فين؟ ألو يا لهوي، أنت طلعت هنا إزاي؟ المضروب يركب الصعب يا ست هانم، وما تنسيش إن إيده قد المرزب. طب تعال على مهلك، أوعى تقع. يا غلبي ياني، أنا عملت إيه بس؟ أوب جشع خلاص؟ أبدا، راح يدور عليك. سمعت كلامكم من طقطق لسلامه عليكم. طب يلا مستني ايه؟ على فين؟ على المصلحة، عشان لما يتصل بيك يلاقيك. الو المصلحة؟ وحياة والدك، انا عايز نص حنفي. مش موجود؟ راح فين؟ طب ممكن لما يرجع ولو فيها مشقة تقول له جوز خطيبتك سأل عليك؟ ايوه جوز، بس انت قول له اللي بقوله لك وهو هيفهم على طول. ايوه قول له جوز عروسته المعلم عبد السميع ابو سريع السريع سأل عليك ومستنيك في الوكالة. ايوه يجيني المكتب فورا. المأذون جاي في السكة يا معلم. والشهود؟ جاهزين وكله قلصته. مش يلا بينا بقى عشان نخلص. بس عريس الغفلة لسه ما شرفش. عريس غفلة ايه بقى؟ ولازمته ايه بقى الجدع الغريب ده؟ ما الوكالة مليانة رجالة والكل رقبته سدادة، وانا اولهم يا معلم. طب اتقندل انت واسكت. طب ايه رايك فيها يا معلم؟ عاوزين نجوز مراتي الواحد منكو. ليه؟ عشان يمسكها لي زله؟ عشان اطاطي قدام رجاله الوكاله طول العمر؟ ما تخافش يا معلم، ده انا اهبل وعبيط، هتجوزها في السر ومش هجيب سيره لحد. طب يلا انشون. اهلا جوز الست. اهلا. بلاش الالفاظ دي جت كناهية. وانت يا اخينا اتفضل قدامي وسيب المدعوة دي هنا. معلم حاسب ما تشدنيش جامد، لحسن عمود الكردان بتاعي مش مستحمل. كردان بنطنطيف. يلا قدامين. الو انا جاي. استنوني هنا 5 دقايق، اوعى حد يسيب العربية اقطع خبره. يلا عريسنا. الله يحفظك نبي يا معلم. بالمناسبة يلا يا اخويا قدامي. هات لي جلاتي. يلا في جلاتي. في جبس. حرام عليك يا معلم، نفسي طبق عليا. اثبت اموال ما تبقاش خرع. وحياة والدك، بعد ما تخلصوا الرجل دي انزلوا على التاني. امرك يا معلم. يا معلم حرام عليك، ايه لازمة العذاب ده كله؟ الاستحياط واجب، الواحد لازم يحصم خط الدفاع عشان يقدر ينام وهو مستريح بعد كتب كتاب. انت ناسي انك هتتجوز حرامنا المصوم؟ ايوه بس قول لي انت خايف من ايه؟ انا مش خايف، انا مش شايف. سلام، مش عارف هقدر اتنفس ازاي في حياتي. بكتب عليا مغلق للتحسينات. الف مبروك يا عريس. الله يبارك فيك.
دي الرفاعي والبنين ان شاء الله. بنين ايه وزفت ايه يا سيدنا الشيخ؟ مع الف سلامه. انت ما تبقاش تنسى تفوت علينا بكره. قسيمه الطلاق جاهزه وتحت امرك في اي وقت. يا دوبك سواد الليل والصباح رباح فيها فرق بقى الصبح. مع السلامه. ربنا يفوتها على خير الليله دي بقى. الله، انتوا واقفين ليه؟ انت وهو دي انتوا مش شايفين وخلاص؟ عايزين الحلاوه. لا الجبن، جبنه ايه ما بحبهاش. اقول لك 9 ساق حلاوه وارساخ جبنه والف عيش. حلاوه ايه وجبنه ايه؟ هي بقاله؟ ورونا عرض كتابك. يلا امشي. ده هو، اوعى حد يجيب زينه في الحاره عشان اقطع خبر. ايوه يلا امشي. يلا بينا يا معلم لحسن، في حاجات هنا بتسرق بدل ما يجيبوا لنا كلام والحديث. ولا تسيبني ايه؟ مالك يا مان؟ ماليش دعوه بيك يا عم. مالك استعجز. انا عمت. طيب يا معلم، مع السلامه. ده كل الاستحياطات والاستحكامات دي وبرضه قلبي مش مطمن. مين؟ ده انا بقول قلبي مش مطمن. ابعد ايدك عنها يا معلم. رياض، انت خدتها جد ولا ايه؟ دلوقتي دي حلالك انت ولا حلالي انا؟ رياض، انت تتعمل قضية. خلاص يا معلم ما تزعلش، ده كلها ليلة. على رأيك وبلاها خطيئة. يعني ايه دي؟ انا عارف، انا سمعتها كده. تصبح على خير بقى. أنست وشرفت يا سي عبدو. مع السلامة. بقول ايه؟ ايه؟ صحصح العملية. اوعى الواد ده يدحلبك بكلمتين من كلامه النايم. حكم انا عارفك رقيقة وحنينة وناعمة وبتقولي بالهوا دوبنا. مش عيب يا سي عبدو، ده كوم جبس. ما هو ده اللي مطمني. بقول لك ايه؟ مش عايزة حاجة قبل ما امشي. سلامتك يا معلم. اسلم لي سلامك يا مقاطر. او حياتك هتخنق. حران حفطس، عايز اي حاجه اشربها. ان شاء الله حتى ازازه جبسي كولا. عاجبك العمايل دي؟ معلش، اصل بيغير عليا من الهوا الطاير. ايوه يغير عليكي من الهوا. قوم يسيب ده انا عليا الهوا من الاربع جهات المفتري. معلش يا حبيبي، استحمل عشان خاطري. عشان خاطرك؟ ده انا دافن نفسي بالحياه عشان خاطرك. ده انت ما تتصوريش السجن اللي انا فيه يا حبيبي. ده استهان. طيب انا بتباس كده. وماله؟ لا استهان، اعملي معروف، انا ما اقدرش اخون المعلم. ده احنا الاثنين واكلين عيش وجبس. ايه يا سي حنفي، انت ناسي انك جوزي قدام ربنا؟ ده صحيح، ده فعلا. طبعا انت مراتي حلالي. دي بصي مش قادر مش قادر مش قادر. الجبس طبعا على نفس يا ولد. يا خبرك طب ارحموني. استنى استنى ارحموني. استنى عزيزتي. استنى يا حنفي. من المعروف. استنى امسك. هنكتب. امسك. هاتي دقي دقي. استنى شوف اي حته فيها دقي. يا خبرك يا فراولة. الفراولة بتاع الفراولة. الفراولة بتاع الفراولة. الفراولة بتاع الفراولة. بعد ما راح البابا يلا قوم يا حبيبي.
تتكلم. طب والجدع اللي اسمه معلم؟ ما خلاص راحت يا ابني عليه ملك الخردان. يا بنت الايه؟ هو فاكرني استبني في ايده ولا بجوه ولا شفر ليه؟ ما خلاص راحت يا ابني عليه ملك الخردان. يا بنت الايه؟ هو فاكرني استبني في ايده ولا بجوه ولا شفر ليه؟ انت غلبتي بتوعي السيمان. امال يا ابني انا اسمي نعيمان. انت غلبتي بتوعي السيمان. امال يا ابني انا اسمي نعيمان. قوم بقى نرقص. طبعا نرقص اهو دلوقتي الرقص له نيمان. تنقطيني بسكاتك. امال مالك مزعبب كده ليه؟ مش عارف، عيني مش عاوزه يتغمض لها جفن. كل ما تيجي تعسل في حاجه تشدني بنت لطيف صوابعي وتقول لي قوم فز يا ترين. ترين؟ دي لازم معرفه قديم. ما تراوق امال، حتى انك شايل الدنيا على دماغك وزاعق. نام. اهمد. احمد ازاي بس يا وليه؟
دلوقتي؟ يبقى هني الحكايه جاد. مالك يا معلم؟ الفار ابتدى يلعب. يا مسكي فار، ما خافش من الدنيا الا من فرعون. فين الفار؟ فين؟ في عبي. في عبك انت يلعب؟ في عبك فار؟ انت يلعب في عبك فيل. ايه؟ لازم في حاجه وانت مش عايز تقولي عليها. يا وليدي يا حبيبي بقى، سيبيني في حالي، سيبيني في حالي. هتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ ايش دعوه؟ يا اختي انت هتلبس يا معلم؟ ايوه. فيها حاجه دي؟ علي ايها احراج من ناحيه الموضوع ده كمان؟ بس تعجب وحط العجب جنبي هنا اهو. يا ولية مخنوق، عاوز اخرج اشم شوية هوا. هوا؟ طب قوم البس واجي اشم معاك. شم معايا فين يا ولية؟ اترزعي هنا ونامي، نامت عليك حيطة. طب يا رب ما تلاقي هوا تشم. لا حول بالله، يا نايمتك على الارض يا مسكين. معلش حقك عليا. قوم 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 تحت. ايه ده؟ ومال بتوري كده ليه؟ يا نهار اسود، دي الفرقة. الزيطة دي زيطة. يا نصاب يا منطقي. اسمع اسمع يا معلم. اسمع كده تستلطخوني وتستكردوني يا ولاد الابنسة. يا معلم سيب الزمارة هشرح لك الموقف. زمارة؟ ده انا هكسر الزمارة، انت خليت فيها موقف. لا يا راجل انت، ما تسيب الجدع بتضربه ليه؟ سيب الجدع بتضربه ليه؟ خايف عليه؟ اذا ما خفتش على جوزي هخاف على مين يا معلم؟ وبتقولي جوزي كمان؟ ايوه جوزها ونص. اسكت ونسد انت يا نجم. لا ما نسدش، ثم انت ازاي تتهجم على عروسين في شهر عسلهم؟ عسلهم؟ طب عليا النعمة لأخلغلكم وصلكم. شوف يا معلم، بشرفي لو كلمة زيادة هروح اطلب لك البوليس كمان. طيب ايه رأيكم بقى انكم تتفضلوا تتكشحوا من هنا عشان ده بيتي ومطرح. خلاص اتفضل انت بره عبال ما نغير هدومنا. صحيح الكلام ده نعيمة؟ ما هو انا ما اقدرش اكسر كلام جوزي، ده حتى يبقى حرام شرعا. بقى كده الشرع هو اللي بيقول كده يا معلم، عشان كده ارجوك تتفضل معايا بره، لان انا ما احبش الحريم بتوعي يبانوا على رجاله. وهو انا غريب؟ ده انا جوزها سابقا يا معلم. اتفضل اتفضل اتفضل، ده بيتك يا راجل. هنا نتكلم برواقة. شوف يا معلم. اسمع انت، طلقها بالتي هي احسن. لا ما هو طلاق مش هطلق يا معلم، واعلى ما في خيلك تركبه. طب اسمع، تاخد كام وتطلق؟ يا معلم فلوسك دي ملهاش قيمه في نظري، مش هتقدر تشتريني بيها ابدا. طب يلا اتفضل. يلا يلا غور من وشي، يلا من هنا. استنى امشي اخرج بره. استنى معايا اطلع بره، عايز اسال ايه تاني؟ اخد الاولاد معايا. اولاد؟ عن اذنك يا سي عبدو. انت كمان ماشيه؟ ما هو اصلي بصراحه انا ما اقدرش اسيب جوزي. اوعى تمد ايدك عليها يا معلم، دي دلوقتي في عصمه راجل تاني كده. طب يلا اتفضلوا، يلا امشوا من هنا، غوروا من وشي، مش عايز اشوف وشكوا هنا تاني. يلا يلا بره. عندي في الأوضة، وإنها مش قد المقام. مفيش اسانسير. ليه؟ هو الاسانسير بتاعكم فين؟ هو كان في اسانسير مره طلع فوق، تحت تحت فوق كده على طول، ما نزلش خالص. بس تعرف انك ساكن في حته جميله قوي. الحمد لله. من هنا بقى الزمالك على بعد 100 كيلو. ورانا بقى الاهلي على طول. طب والاسماعيلي؟ طلع من الدوري. اتفضلي. مؤاخذة هش 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 هش. دول حيوانات.
اتفضلي. مش قد المقام انما هتوسع في رجليك. معلش يا حبيبي، كمان شويه ندور على شقه جديده. يا بنت الناس، عايز اقولك على حقيقه مهمه. انا ما اقدرش غير على الاوضه دي، انا راجل على قدي ويا دوب ماهيتي بتكفيني. انا هشتغل واساعدك يا سحانفي. اشتغلي فين؟ في الصلاة؟ لا 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 حنفي، ما تتبطرش على النعمة. أنا لازم أشتغل عشان نقدر نعيش كويس. يبقى مش هنعرف نعيش مع بعض. أنت يا بنت الناس من طريق وأنا من طريق. يعني هتسيبني يا حنفي بعد ده كله؟ أصلنا مش هننفع مع بعض. والحب اللي بينا؟ طول ما في فقر مفيش حب. الحب بيموت مع الجوع. الحب الأصلي يعيش تحت أي ظروف. إذا كان الإنسان بيموت من الجوع فما بالك بالحب. طب اسمع بقى، أنا مش هشتغل وهعيش وياك، ولو مهنية تكفي مية. بجد؟ بجد. هسرق لك تليفون من المصلحة واجيبه لك هنا. صحيح؟ يا حبيبي. يا حبيبتي. من بعد ما شفتك يا حبيبي حسيت بحياتي اللي نسيتها. لكن يا حبيبي ما فيش لكن، هو انت نسيت انا فين ساكن؟ بقى بعد الشقة والفيلا تسكني في ازازة بدون فيلا، مفيهاش غزالة وتلاجة غير بس الفوز ويا القلة. الله الله على دي العيشة، خلتني حاضر زي ريشة. الدنيا مظاهر غلابة، بس انا مش عايش في الدنيا، ده انا عايش يا حبيبتي في غابة، بطي وكتاكيت وفراخ بتزيد وعشاش وفراخ. بتخوفني انا قلبي خلاص قالك تهدي، وفي اي مكان وياك راح عايش يا حبيبتي. يا حبيبي دي حقيقة ناس ولا دي اوهام؟ انا فين؟ انا مين؟ انا ليه؟ انا كام؟ انت في الدنيا اللي ما تعرف كيف بيتدرب قصر رخام. يعني انا وياكي بجد 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 بجد، وما فيش ويا انا ولا 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 حد ولا 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 حد. يعني انا وياكي بجد 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 بجد، وما فيش ويا انا ولا 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 حد ولا 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 حد. اه يا دماغي مالك سرحان في الدنيا اللي جابتني ولحد طريقي توديني. يعني انت موافق يا حبيبي؟ لو حتى ابو سريع موتني مش ممكن اسيبك. يا حبيبي وانتوت يا حبيبي. يا حبيبي مش ممكن اسيبك. يا حبيبي وانتوت يا حبيبي. يا حبيبي طب يلا اوان على عشتنا، وعشانك قلبي ينورها والصبح ده يصبح جنة اللي بيخلصنا نكبرها. يا سلام على الدنيا وحلاوتها، معرفش ازاي انا حبيتها من بعد ما شفتك يا حبيبي، حسيت بحياتي اللي نسيتها. يا سلام على الدنيا وحلاوتها، معرفش ازاي انا حبيتها من بعد ما شفتك يا حبيبي، حسيت بحياتي اللي نسيتها. يا سلام على الدنيا سلم سلم، عرفت زيادتك يا معلم. يا سلام على الدنيا سلم سلم، عرفت زيادتك يا معلم. اهلا يا اخ. اهلا بيك. اي خدمة؟ اتفضل معانا. يلا. شكر. انا هتغدى في البيت مع الاولاد. يبقى هنتعشى بيك قبل ما تتغدى. مش فاهم. هفهمك انا. فهمت. اذا حد اتصل بي انا بنضرب وجاي. حاضر. خد. مين؟ ولا بنضرب وجاي. الو حنفي.
حنفي مشغول شوية. الو انا اهو حالا انا شغال اهو يا اخي. يا ابوي هتوقف العجله. انا معاك همشي قدام. انا معاك يا سيدي. الو ايوه انا ضربت بس كده اقول قدام. يلا يا اختي يلا. ايه سبع ولا ضرب؟ سبع يا معلم جبناه لك محمولا على الاعناق. بلاو عليكم. ايه ده؟ لا 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 بقى تاخدوا الراجل عشان يعمل محل تقوموا تحلوا له وسطه بالشكل ده؟ انا مش قايل لك يا جدع اخلص انت خالص. الحراره جت في التلاجه. يلا دخلوه جوه او فوقوه عشان اعرف اتفاهم معاه بالتي هي احسن. يلا ربنا يلا. من ده بكره نعيما يا حياتي نعيما يا حياتي. بس انا حاود هنا اتفرج. انا فين؟ في جنينه الاندلس فوق يا جبان. مين ضرتي؟ جوز مراتي القديم. ابدا انا عفريت مراتك يا جميل. عايز مني ايه يا معلم؟ شوف بقى يا تطلقها بالتي هي احسن يا اما نرملها من بعدك. قلت ايه؟ اختار لك خير من الاتنين. مش بايدي يا معلم. كده طب وطبوه. ولعلمك بقى المعلم وراه عيال رجاله قوي ياكلوا الزلط. يا سلام يا مؤاخذة يا بيه. طيب الله انت بالذات عليا النعمه ما نعدك شايف. هتطلق ولا ما اقدرش اطلقها يا معلم؟ ما تربش معايا لطبق نفوخك. ما اقدرش اطلقها يا معلم لان العصمه في ايدها. فاتتني دي. هي دي بس اللي فاتتك؟ ده هتمسكها لي زله على ام منحوقه. ما دام الطلاق في ايدها نلولها ايدها. نعيمة بالتي هي احسن. ما اقدرش افتح يا معلم. جوزي محرج عليا ومنعني قابل رجاله وهو مش هنا. كلام ايه ده؟ وانا لا سمح الله غريب. ما يصحش يا معلم رجلي مش موجود. ما هو راجلنا احنا الاثنين. افتحي بقى بدل ما اخلي الرجاله يكسروا الباب. افتحي. اي خدمه يا معلم. مبروك الامل الجديده اللي انت عايشه فيها دي. ايه الفيلا القباهه دي؟ كل برغوت على قد دمه يا سي عبده. مهانة بقى جاي عشان اخلصك من البرغوت وارجعك للسبب. واذا كنت انا راضيه بالبرغوت يا سي عبده ده انا افحصه برجلي. مش هخليه دقيقه واحده على وش الدنيا. يا سلام. هي الدنيا سايبه ولا ايه؟ انا عايمه عقالي امال والحميني. ده انا ما بقبضليش جفن. بس انا على ذمه راجل تاني يا معلم. بالعكس هو اللي على ذمتك. طلقيه بالتلاتة وبريه وانا رقبتي سدادة في المؤخر كمان. حرام عليك يا معلم ده غلبان. ما انا هدفع له نفقة شرعية. ما اقدرش يا معلم ما اقدرش. ايه تقدري؟ مش ممكن. حرام عليك ده انسان طيب وما اذنيش في اي حاجة. تحب ابعتهولك خالص مخلص في شوال تطلع عليه القرافة كل خميس؟ بتقول ايه؟ وتبقي أرملة البرغوت وترجعي برضو للسبع. مش ممكن مش ممكن.
طب تحب اعمل لك بروفه عشان تصدقي؟ يلا بينا يا رجاله نفسح المحروس حنفي. بينا يا معلم. استنوا استنوا. ايه عائلت يا جميل؟ طيب وهو فين حنفي دلوقتي؟ في الحفظ والصوم. طب خليني اشوفه. وهتطلقيه؟ واجب. يلا بينا يا رجاله. يلا يا معلم. يلا احسن في فراخ بتتسرق. يلا كك 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 كك. ما تخافيش محدش فاقسني. انزل يا جدع بسرعه يا جدع. نزلوه يلا نزلوا. ولا هات هنا ولا الفا الفا. خدني وراك خدني وراك يا جدع. انزل وسط الطل وانزل. المربوط شرف. شيل 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 يا حبيبي. وانا شيل شيل. اديله صدارخ اديله. واقفين مبلمين ليه؟ يلا اتطرقوا يلا اتطرقوا عشان في حاجات بتتسرق. انا مؤاخذة. ربنا يخليك لينا. زورو ردة المية من زورك. امشي حنفي. ها اخلصتك عليه ولا تلايميها وتخلصينا؟ هما عملوا فيك ايه؟ مين يهمك؟ ايش تاخد الريح من البلاط؟ انا السبب في كل اللي حصل ده. لا السبب هو اعطال التليفونات. وبعدين انا استحمل 7 سنين ضرب كمان. ما تخلصينا النار اللي خلصلك عليه. كان هيعملها لو ربنا ستر والعصمة في ايدك. يعني عايز نطلقك يا حنفي؟ كلك نظرة يا ست نعيمة. على العموم انا مضطرة علشان تعيش بدل ما هو يخلص عليك. كله محصل بعضه. هو من بعدك هيبقى في عيش. اتفضل يا معلم هات المأذون. الحقونا بالمأذون يا رنم. اتفضل يا مولانا اشتغل. الهانم جاهزة على طلاق عريس الغفل. من واجبي أن أنصحك بالتريث والتروي، فإن أبغض الحلال عند الله الطلاق. أنت تشكر على كل حال يا سيد. تفضل شوف شغل حنفي. أنت طالق. امضي يا هانم قبل أن تمضي. شكين قوي يا سيدنا الشيخ. بسم الله. مع ألف سلامة. السلام عليكم. وأنتوا تقفلوا هنا وتتطرقوا. مش عايز أشوف كلمة حد لنادي. حدا ما أنا أتمنى إن أحسن في حاجات بتتسرق. رجعت ايامك. انا عوم. عاوز ايه يا معلم؟ نعوض اللي فاتنا طعن. حكي بالوقت الضايع ما تحسبش. روق يا معلم وخلي الليلات تفوت على خير. هو خير اجدع من اللي انا فيه ده. اللي بتعمله ده شر يا معلم. شر شر البليه تبقى يضحك. احنا طول عمرنا مع بعض بالحلال يا معلم. يا بنت الناس ما تعقديهاش. امال مش قبل ما تفوت العده بيوم واحد؟ طب عدي في سرك وخيوب عليا لو قلت لك الغلط فين. يا جدع ابعد كده واتلم. طب ما تيجي تتلم. انت في السوا القلب عليا يا معلم. بلاش ظن السو دمار. انا هيمان كده. طب اتفضل خد اللي انت عايزه. الكلام اللي مش راكب ده. دي طريقة دي. مش انت عايز كده؟ لا انا عايز كده وكده. بس انا كده يا معلم.
اذا كان يعجبك انا تحت امرك. بس انا لا مؤاخذه ما اتعودتش على كده. اللي اتعودت عليه فضل عليه 40 يوم يا معلم. عمرك افضل صح 40 يوم. الصبر حلاوته في مرارته. عدهم دقيقة بدقيقة وساعة بساعة، وليلة الأربعين هتبقى ليلة العمر لحظة. صبر حبة صبر يا معلم، يا معلم الصبر حبة صبر يا معلم، يا ما بكرة تاكل وتسمع نبر يا معلم. الصبر له كم زبون والمأجون، ما قلنا ده الصبر له كم زبون، ما قلنا والمأجون حالا جاي يا معلم من بعد يوم الأربعين. اصبر كمان حب مش قادر، من بعد يوم الأربعين اصبر كمان حب واتقلع الرز تاكل وز تاكل وز يا معلم.
يا سيدنا الشيخ اتكل على الله. بسم الله توكلنا على الله. طبعا العروس هي نفس العروس. هي بعينها. والسن نفس السن. لا يزيد 40 يوم. اي نعم. والصفة متطلقة من البرغوت حنفي المفكوك. قولي قبيلت الزواج من المعلم عبد السميع ابو سريع. يلا قولي. مش ممكن. مش ممكن ليه؟ لاني حامل يا معلم. يا نهار اسود، حامل؟ حامل من مين؟ من حنفي. بتقول ايه؟ مش ممكن، من المجبس ده. نعيمة. حنفي؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ لا مؤاخذة يا معلم، انا كنت جايب الورد ده عشان فرح نعيمة، انما حيث بقى المسألة كده الورد ده بقى بتاعنا. انت بتقول ايه يا عد؟ في عرضك يا معلم، بلاش عيني، خليها في مناخيري. لا. كنت جاي ارجع مراتي لجوزها. يا حبيبي، طب قدام يا معلم. يا عيني على المعلمة وعيني على معلم، بارم شناب واهناب واهو تعلم. يا عيني على المعلمة وعيني على معلم، وارمشي نابه وهنابه أهو اتعلم. وقال لي منه وصل عنه بقى معلم، والفرح من دالدة بقى اسم مكتوبة، ده الحب أكبر معلم بس نتعلم. اتفضل. ما تفضل انت الأول. Ladies first. Thank you, Bank Master. فاكرين يا جماعة ما نقولكوش في وحش. يا
معلش. الو تليفون عشانك يا سي حنفي. الو نعم تليفون ما فيهوش حراره حطوه في الفرن.